متابعي قناة فاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. خلال الولاية الحكومية اللي قادها السي إدريس جوتو في بداية الألفية الحالية، انطلقت عملية إحداث مجموعة من الأسواق النموذجية في الدار البيضاء وغير مدينة الدار البيضاء، ولكن غادي نركزوا اليوم على مدينة الدار البيضاء. هذه الأسواق النموذجية اللي كانت دارت مدينة الدار البيضاء كان الغرض ديالها هو احتواء ظاهرة الباع المتجولين في مجموعة من المناطق، ولكن للأسف يعني العملية فشلت باستثناء يعني نسبيا مقاطعة سيدي البرنوسي مدينة الدار البيضاء اللي عرفت واحد النجاح كما قلت نجاح اللي هو نسبي. من أجل مناقشة هذه القضية دي ومن أجل معرفة علاش الأسواق النموذجية ما قدراش دير الوظيفة ديالها اللي من أجلها أحدثت، نستضيف السي شاكر زاهر رئيس جمعية بدر للتنمية المستدامة بسيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، وأيضا نستضيف السي ياسين حجي إعلامي ومهتم بالشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء. بداية سي زاهر مرحبا. مرحبا، الله يبارك فيك والله يطول عمرك، وحنا ديما فرحانين بهذا البرنامج ديالك القيم. شكرا سي شاكير. سي ياسين مرحبا بك. الله يبارك فيك سي بوستا، وحنا معك في البرنامج ان شاء الله باش نناقشوا هذا الموضوع المهم اللي البيضاويين كاملين كيعيشوا. بدايه سي شاكير، علاش اسواق النموذجيه في مدينه الدار البيضاء فشلات؟ شنو هو السبب في الاعتقاد ديالك؟ اول حاجه هو ما كاينش دراسه، حيت ما كتكون دراسه وكتقيم وكتواصل مع الجمعية ديال المجتمع المدني ومع المنتخبين انهم كينجحوا المشروع، ولكن ما كتكون السلطه في جهه والمنتخب في جهه والفاعل في جهه ما كينجحش هذاك المشروع. اول حاجه تكون هي الدراسه. علاش الدراسه؟ ان كنشوفوا ولاد حي هما الاولين خصني يستافدوا، ان نديروا دراسه ونبرمجوهم ونديروا لهم واحد التكوين والاهلهم، حيت ما كانش هاد الحوايج هادي راه غنبقاو نعيشوا نفس المواسم، وزيد غادي كيزيد التفاقم، وكنعرفوا هاد المشكل ديال البطاله حتى هو كيزيد كيعطي واحد الضرر. وتا هاد الحملات اللي تعرف هاد ديال الدار على مستوى تحرير الملك العمومي تبقى محدوده في غياب البديل بالنسبه لهاد البائع المتجولين اللي يعني بين قوسين قشبع متجولين ولا مستقرين في بعض المناطق. هذا مشكل خطير. هو الان دابا هما متمنعوا من الاسواق، هما الان كاين دابا بعد الفراشات وبعد بعين متجولين هما كيدخلوا الاصدقاء. انت درتي مشكل اخر. هو دابا الان حتى البطاله ان السيد ما غيبقاش يزاول الدراسه ديالو ولا شي عام، ولا حتى هو كيقول لك انا علاش ما نديرش انا فراشه حدا دارنا نبيع ونشري، وهذا الشيء غيزيد مشكل اخر وغيزيد المنطقه غتضرر، وهذا الشيء كيشكل خطير. كنتمنى ان يدير مجهود على صعيد الفاعلين الجمعويين والمنتخبين والسلطه باش ينجحوا هاد الاسواق، وباش تكون واحد التتمه وواحد مشروع اللي يزيد يعطي حل مشاكل، ما تبقاش هذيك البطاله والاسواق يتنموا، ما يبقاوش في الازقه، ما يبقاوش في الشارع، واش كيدهور حتى المنطقه. وحنا بغينا يعطينا اشعاع ويعطي واحد كنقول واحد ديكوراسيون المنطقه اللي يزيد تاهل انه يزيد تعطى فرص شغل في الاسواق النموذجيه. سياسين من بعد بعض المتتبعين تيقولوا من بين الاسباب اللي ادت الى فشل الاسواق النموذجيه هو ان ما استافدوش من الباعه الحقيقيين واستافدوا منها ناس اخرين. عطفا على الهضره اللي قلتي في المقدمه ديالك بان الاسواق النموذجيه بدات مع السيد جوتو من بعد الاحداث تاع 16 مايو اللي شافت الدار البيضاء، لان من جينا نشوفوا شكون هما الناس اللي خرج منهم كان طوما اكسيتيرا، لانه كان بزاف فيهم كيخدموا كباعين مجاهلين داك الشيء، وقالوا باش نقضيو على هذه الظاهره هذه ان غادي واحد الاسواق نموذجيه، وكانت صفقه مشات لواحد الشركه معينه. صيبوا محلات تقريبا واحد 16 سوق في الدار البيضاء، ما موزعش على 16 مقاطعه كان النظام باقي، ما موزعش على 16 مقاطعه، ولكن كاين اللي فيه 4، كاين اللي فيه 2، كاين اللي فيه 1، كاين اللي فيه 3. تنظموا. هذا هو الجواب على السؤال ديالك. كانوا بزاف ديك الساعه ماشي بزاف تاع الناس، وما كانوش بزاف تاع الفراشه كما دابا، وما كانوش بزاف ديال الناس، فاذا بهم كانوا اسواق خاوين. يعني ما ربما دخلوا كل شيء، ولكن بقاو بزاف البلايص خاوين. دوك البلايص ولا حتى البلايص تاع الجائلين كانوا مشاو للناس بدون استحقاق، اللي ما كيديروش التجاره، ما كيديروش داك الشيء، فاذا بهم كيفشلوا فشل تنظيمي تو سامبلومون. كانت واحد الكوتيزاسيون كل نهار خاصة تحط، كان واحد سميتو واحد مين ما كيبيعش شي يقول لك انا حطيت كوتيزاسيون، فاذا به كيعاود يخرج لان السوق نعمه، كيعاود يخرج يدير فراشه اون فاس مع داك السوق. وديك الساعه السلطه ما دخلاتش، كانت كتحمل مسؤوليه السلطه ما دخلاتش بان دوك الناس باش ترجعهم ويرجعوا الحق لمولاه، ما كانش واحد الحزم والصرامه، واحد الحزم واحد الصرامه. فاذا به كيتفاقم المشكل كيولي بحال واحد كونسير كيولي غادي وكيدور. وبزاف الاسواق
خرجت من داك النطاق ديالها اللي كان هو جمع البال الجائلي، كدير دي زاكتيفيتي اخرين كاين اللي ولا السوق ولا فيه معامل، كاين السوق اللي خواك. والاشكال الاكبر هو الاسواق النموذجيه ديال الدوله ديال 2004، مازال ما وصلناش للمراحل التاريخيه اللي ظنوا دوك اسواق 2004. دوك اسواق تفضل داك العقد مع ديك الشركه ديال اللي كانت ديك الساعه، قالوا لك لان الشركه ما بقاتش سميتها صوصه، ولكن باقي اليومين هذا اللي كندوي فيه اليوم في 2023 كاين اسواق مثلا السيد الخادير ولا هذيك سميتو اسواق باقي كيخلصوا مال اليوم، كيخلصوا واحد الناس اللي هما كيقولوا حنا كنتميو ديك الشركه اللي ما بقاتش اصلا في الوجود، كيتخلصوا اليومين هذا وكيديروا انشطه اللي برا الانشطه اللي هي كالمبرمجه داخل ديك الاسواق. هذا واحد. كما قلت في المقدمه ديك دويت على الاسواق تاع البونوسي، السوق ديال البونوسي تقريبا بدا في 2014 2015 2016 بدا داك السوق البونوسي جمع واحد مع واحد الشخص محدد، لانه كان واحد العامل اللي خدا قرار لان اللي كاين مشكل عندنا في الدار البيضاء ولا ديسيزيون عندهم اللي كتكون خدا قرار انهم يدوا واحد الاسواق وداو واحد البلا الاماكن اللي هما استراتيجيين اللي كيجيو اليوم كيجيو اليوم الناس ياك. وكان قرار كان واحد جوج ديال الاسواق كان غير زاد الثالث، ولكن بمجرد ان الشخص غادر توقف ديك العمليه. ولكن سي ياسين وسؤال موجه حتى سي شاكر من بعد، هو ان الدار البرنوسي كاينه في مدينه الدار البيضاء والتجربه نجحت كما قلنا في مدينه البرنوس في مقاطعه البرنوسي، علاش ما يتمش تعميم هذه التجربه على مقاطعات العماله المقاطعه تاع الدار البيضاء بصفه عامة؟ انا جايك الجواب لان وسط ما كانوا كيتصيبوا الاسواق داخل البرنوسي طرات الاشكال ديال امي فاطمه في قنيطره، فاذا به المغرب كامل ديك الساعه خرجوا جميع العمال وزارة الداخلية غاديروا الأسواق النموذجية تحطوا بشكل عشوائي جدا 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 ولا يناسبون أي شيء أي أمبلاسمون. كاين عمار بالكراس جابوا لهم نوتر كراس، داروا لهم بلاصة بانوات هذه فورتين فلوس خسارة في الخوا الخاوي وماشي خداو نفس ليكزومبل اللي كان حي مثلا. وحسب المعلومات اللي عندي أنا هو تعرض وزارة الداخلية تعرض وشافوه عجبوه، ولكن شي ما طبقش على باقي المقاطعات مثلا في الدولة في المغرب كامل. علاش ما طبقش شي شاكر عندكم في سيدي عثمان هذه النموذجية؟ لأننا حنا عندنا نفس المشكل كيتسميتو حتى العامل أنه ما كيطولش في المنطقة عندنا، حنا المشكل اللي عندنا ما كيجيش كيخلي هذا برنامج يكمل عليه، كيجي كيستمرارية الإدارة. كيتسمى الاستمرارية، وهذا هو المشكل اللي عندنا في المنطقة، أنه كيتبدل الرجال ديال السلطة كيتبدلوا، ما كيبقاش كيقول لك تسنى كيجي ثاني عامل آخر، كيجي باش آخر، كتجي ثاني كتدفع لي طالب بالاستضافة بأنك باش يحل هاد المشاكل، ولكن ما كتش مستمرين، المشكل أنه هو في التواصل. شأن بين المشاكل ايضا وعدم اشراك الباع المتجولين في اتخاذ القرار، يعني القرارات تينزل عليهم السوق تيتبنى لهم عاد تيبداو يفتحوا معهم نقاش. هذا ماشي مشكل، هذا مشكل تقريبا واضح من المغرب كامل، اي واحد شي حاجه باش يتشارك وانا مو بقات تشاور معاه على الاقل تشاور معاه باش يتشاركوا. هذا التشاور ما كيكونش ولا كيكون نسبيا، دائما حدنا في المغرب خاص بان الاقسام اللي كتكلف بهذا الشيء تكون عنده واحد الفيزيون استراتيجيك على شنو ممكن، واش هذا السوق ممكن يصدق لنا ما يمكنش يصدق، واش ممكن ينجحوا، واش هاد الناس اللي عندنا احصائيا واش هما نفسهم اللي يستافدوا. دوك كاين دابا باغ اكزومبل قدو نقولوا في مدينه رحمه ياك تبنى واحد السوق نموذجي دخلوا ليه الناس صار رحمه ومع ذلك بقى شويه كاين حزم من السلطه انهم حيدوا دوك الناس، ولكن مثلا قطع شي شانطيل ولا حمل ما كتلقاش ديك ليسباس مثلا كتخدم خدامه جمعيه خدام السوق سوق تو سامبلون نجمع في واحد البلاصه واحده. انا السوق اش كيبغي كيبغي يجمع كاين بحالو مثلا في النسيم تبناو تقريبا في نفس الوقت ديال النسيم يولي ما تحلش، داو الجمعيات داو كلشي خداو الكوتيزاسيون من عند الناس ولكن ما تحلش. علاش ما تحلش؟ كل مره كيقولوا غيتحل غيتحل غيتحل، انا السوق كامل مكمول. كاين بحالو في جنان اللوز ما غيتحلش، جاو لي الوالي السابق السيد العامل جاتو يعني الاسواق كاينه وما محلولاش اكزيست ما محلولاش. علاش؟ لان اللي غيستافدوا منهم باقي ما عرفناش حنا شكون، ما كاينش احصاء ولا شنو شكون، كاين احصائيات ولكن الطريقه ديال التدبير ديالهم غامضه جدا، يعني ما كاينش المعلومه الغموض علاش كيفاش هذيك مجرد كتسمع اليوم غدا. كاين اسواق اخرى عدات نفس المصير، اشكال اللي كاين هو الباع الجائلين اشنو باغين، واش محصورين، واش هذه لان من منطقه منطقه مشيت مثلا دخلنا لدرب السلطان اشكال كبير غياب وعاء عقاري اولا ما عندك فين تحطهم، هذا يعني غياب وعاء عقاري ياك وما عيونهم منتشرين. دابا انت جاري عليهم لانه جاو في الطريق جاو من السادس هذه، فاذا به غيطرى واحد الكاسات كبير مثلا في المنطقه ديال درب السلطان فين غتولي المنطقه بقات منطقه سكنيه ولا منطقه تجاريه منطقه تجاريه، عاوتاني خاص حلول ابداعيه. حلول ابداعيه ما يمكنش تجي من عند السلطه المحليه، خاصها تجي من عند السلطه المنتخبه. السلطه المنتخبه اليوم عندها بزاف ديال الاسواق تاعي ديالها وتا هما باصهم ما كيديروش ما شنو اللي واجب خاصو يدار فيهم. كاين بزاف فيهم لي زاكتيفيتي مشاو كيدي كيتشارج، ربما عشنا مع المنتخبين واحد السنين قبل تقريبا كانوا ما خدامين، زيد لهم واحد العامين ديال دابا باقي ما عرفناش المفوض لها واش خدامه ولا ما خداماش،
واش عندها تواصل مع الناس السلطه ولا ما عندهاش، واش الاشكال غير في الباع الجائلين حتى في الباع المستقبلين، لان الاشكال دابا ولا عندنا فيهم بجوج الباع الجائلين ما لقيتش فين كتجيب عليهم السلطه اكسيدي غير باش تحيدهم، ولا كدير واحد البروغرام مع سوجي في الشيء يجي في الصباح، وهاد الناس هادو ولا المصدر الدخل الرئيسي ديالهم تقريبا لسنوات قليل كتلقى عنده واحد 50 الى 60 وكل عام تزايد حسب احصائيات ديال وزاره التجاره والصناعه. في 2014 كان عندنا تقريبا الضريبه 430,000 واحد اللي كيمارس كيباع جائل. دابا كندو على من بعد 10 سنين شحال ولاو على الاقل تكون واحد 900,000 يعني ولا اكثر، كتزاد ان احياء جديده تزادت. ملي كندو على الغلام من شمال الدار البيضاء، هو القضيه اللي درت الاحياء الجديده. الملاحظه السي شاكر هو ان غير تتبع احياء جديده ولا تجمعات سكنيه تيوجد مع يعني بشكل الي وبشكل اوتوماتيكي سوق عشوائي، لان هذا المشكل داخل في التشغيل. لان علاش هذوك المنطقه كيقول لك حنا جينا بعاد على هذو، باقي ما كاينش ولا المنطقه هذه، هذه منطقه جديده ولا مع سوق عشوائي. لان اي سميتو حتى داك الشباب داخل المنطقه كيقول لك عندنا فرصه شغل هي الفراشه، لا ما درتش فراشه وما درتش طابله راه ما غنخدمش. يعني المشكل عنده البطاله، هذا البطاله هو المشكل. اول حاجه هو البطاله، والبطاله خصها تدخل فيه الوزاره المعنيه وتدخل فيه السلطات وتدخل فيه النخبه، هي منهم النخب ومنهم الفاعلين الجمعويين. الا ما دارش دراسه بين هاد اربعه سميتو كنقولوا حنا بين ما داش دراسه بين اربعه مراكز، راه ما غاديش المراكز شكون هي الوزاره المعنيه بالامر ومن السلطات المحليه الداخليه ومن المنتخبين منهم الفاعلين الجمعويين. حيت لما يعني خصو يكون واحد اتفاق مشترك ما بين اتفاق مشترك بيناتهم. الا ما كانش اتفاق مشترك بيناتهم راه بقاو حنا ديما غادي في الهاويه وديما البطاله كتزاد ما غاديش نحدوا منها، لان ما كاينش برامج اخرى. عطفا على السؤال ديالك، ربما الاحياء الجديده اللي كيجي ولا البعض جوين تو سامبلومون غياب السلطات المحليه، ما يمكنش هنا الضرب والشمس والغربال، لان اي مشروع سكني كيكونوا فيه محلات تجاريه لتحت. كاين عندنا جوج اشكالات المحلات السكنيه، لاش مديومين اين بروغراماسيون ليهم فين كاين لاكتيفيتي، لان مجرد كدير محل تجاري اي واحد كيجي يطلب اي ترخيص من الجامعه كتعطيه ليه كما بغى يكون، لان محل تجاري ما كتجيش تقول له هنا خاصو يكون خطاب، هنا خاصو يكون بزاف، هنا خاصو يكون هذه، باش لو بوزوان ديال الناس يكون هو هذاك. زائد السومه ديال الكيرا اللي كتكون طالعه والضرائب ولا شي يكون اللهم لديك الرسول اللهم لديك الرسول، وهذا بتواطؤ مع السلطه ونقولها ونتحملوا فيها احنا المسؤوليه ديالنا. تواطؤ مع السلطه تغمض عينيها، واش انا عندي محل مسدود كراج مسدود اش غادي فيه بالسلامه؟ لان ما كاينش واحد التخطيط هنا غادي تجيو ديك سياسه المدينه، ما كاينش واحد التخطيط اللي مقاد هنا خاصو يكون خضار، هنا خاصو يكون كزاب، هنا خاصو يكون عطار، هنا خاصو يكون مول الحانوت، هنا خاصو يكون هذه. وهاد المحلات غاديو هاد لاكتيفيتي مين كتجي ان شاء الله تشري من عندك الشركه عارف لاكتيفيتي اللي غادي تاخذ المحل صافي. لا نعم، هاد المحلات هادو مخصصين لكذا. هاد الاسواق مثلا كنعرفوا بان كاين اسواق كامله مبنيه قصريات حنا كما كنقولوا خاويه على عروشها، وبجانب ديالها كتلقى سوق عشوائي ولا كتلقى ديك الناس محتاجين انه ديك المحلات تتحلوا. ولكن ربما السؤال الموجود سي شاكر، ربما الاشكال اللي في هذه القضيه هو ان كاين سوق نموذج وحده سوق عشوائي، وان ذوك الباع المتجولين ما باغينش يزيدوا عليهم حتى شي تشارج، يعني تيقول لك انا عندي كروسه ان بيع وشاري فابور ندخل المحل التجاري غنولي شاري خصني نعطي واحد التكلفه الماء والضوء، يعني اللهم خلينا انا واش عنده الحق هو في هذه القضيه؟ عنده الحق، علاش عنده الحق؟ ودافع على راسه ما بغاش يخلص، ما بغاش ان تستافد مع الجامعه الحضاريه او المقاطعه، ولكن راه داير فوضى في الشارع، ولكن راه كيدير هو ثاني حاجه راه كيدير فوضى هو انه ما بغيش يامن راسه. انا كنتمنى انهم يدخلوا السوق النموذجيه. علاش؟ اول حاجه يقدر يكون واحد البرنامج هو المزيان، اول حاجه كتكون السلامه، ثاني حاجه كتكون الصحه، ثاني حاجه كتكون هذيك المراحل باش يكون اشاعه على داك السوق كيزيد من ميه، حتى ذاك الزبون اللي غيجي حتى كيقول اول مشيت هذا السوق راه فيه بزاف الحوايج المنافع ليا، فيه الامن وفيه الصحه وفيه السلامه. ولكن من كيجي هو كيبيع خارج السوق اول حاجه راه كيدير المشاكل. كنعرفوا هاد الابواق اللي ولات هاد الايام كيجي انه كيسمى واحد البوق نهار كامل وخدام، الله يحسن العوان. كاين الناس اللي مريضه، كاين الناس اللي كيجي حدا كلينيك ما كيهمشش بالصحه، ولكن هاد السلطه خاصها تحد منها. كيجي حدا المساجد كيجي ثاني حدا المساجد كيبقى كتولي واحد الفوضى وكيولي واحد الصراع بين الساكنه وبين البائعين المتجول، كاين اللي واحد الصراع يومي كيولي مشاكل وكتولي واحد الفوضى كتولي صدمات. وخا السلطه تحل فيه مشكل، ولا بد تكون يكون فيه الحزم. شي الا ما كانش الحزم راه عمرو ما نجحوا هاد الاسواق هادو. خاص الحزم الحزم، ولكن خاص المقاربه باش شي معايير اقتصاديه تكون واضحه. ما يمكنش يجي ديال الحزم ياك وانا ما عنديش مقاربه اجتماعيه واقتصاديه واضحه. كما قلت لك الا كان واحد 10 سنين وكيدير واحد لاكتيفيتي ما نجيش بها لا تضحى تقول لي بالسلامه، تقول لي
بسيط نحس هذه ما يمكنش تو سامبلومون كنلقى الباك المغرب اهم حاجه في ميزوس الاجتماعي. وتا الشهاده اسمح لي قاطعتك سي الشهاده بعد انفاس بريس تلاقى مع مجموعه من الباعه المتجولين تاكدوا لهذه القضيه هذيك كنت دينا 10 سنين ولا 20 عام وانا في هذا السوق العشوائي ولدت وليداتي خدت كريدي فهمتي ولا لا يعني واحد قال لي عوضوني طرت تعسفي هذا فهمتي هو طرت تعسفي لانه واحد قال لان هذه اهل يوم ديالكش حنا كنشوفوا مثلا ناخذ واحده من الساكن كتكون ساكن في ارض الغير أو الدولة ولا أرض الغير ولا هذي كتجي ساكن بالعشوائي مين كتجي الدولة تبغي تحيدك ما كتجيش تحيدك فابور كتمشي كتقلب على هاد الأرض واحد المنطقة هذي واحد كوتيزاسيون سيمبوليك كتمشي كتقول جيب واحد الشريك كيبني لك كتمشي تسكن وأنت ساكن بسكنين كريم هذا كدوا للساكن وقطعوا الأعناق ولا قطعوا الأرزاق وهذا خاص يكون عندنا كمبدأ إذا كنت أنا كندير خطأ على سمة الإدارة الخطأ في الإدارة أنت اللي خليتي نهار الأول مين خليش ينهار الأول إذا بيه ولا عنده حق حق مكتسب اليوم كتجي تحيدوا ليه اليوم كيدير وقفة احتجاجية غدا كيدير وقفة احتجاجية بعدو كيدير وقفة احتجاجية الاحتجاج غيخرج واحد النص مين ما كيكونش رد فعل هنا باش نبقاو حنا ضامنين هذا الشيء هو أن كما قال سي شاكر سلطات الأربع لا هو سلطات الأربع كما قال دوك المركزية الأربع المنتخبين المجتمع المدني وزارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة بصفة أولى وبأهمهم رئاسة الحكومة لأن هذا الموضوع وطني ماشي موضوع نظامي خاصة يكون عندها واحد الاستراتيجية تنزل لهم ربما واحد التصريح ديال وزير التجارة والصناعة الحالي سي رياض منزور كندوي عليهم بأن خاصو الإشراك ديالهم مقاول التاتي إكسيتيرا لقاو لهم واحد السياق اللي هي قانونية باش هاد الناس يخدموا ولكن اللي ما شافوش هو أن الإشكال اللي كتشوفو مركزي كتهبط ليه شوية محلي غادي كتهبط شوفوا مع الجهة كيفاش كتاخذ الأمور ديالها الولي الجهة العمال كل واحد يعطي وجهة نظر ديالو هذا العمال مثلا ديال الأقاليم ولا ديال الدار البيضاء مثلا عمل الدار البيضاء كل عمالة في المقاطعة عندها حتى هي عندها ديالها حتى ما اللي كاين على حي الحسني ماشي هو اللي كيتمول رشيد ماشي هو اللي كيتمول رشيد الاعتماد ماشي هو اللي كاين كل عمالة عندها ماشي هو اللي كاين ماشي هو اللي كاين في دمير سيلطو ماشي هو اللي كاين في عين الشق ماشي هو اللي كاين في عين صباحي محمدي يعني ملي كنجي ماشي بحال بحال راه ما عمر الدار البيضاء ماشي بحال بحال كل منطقة عندها واحد الخصوصية ديالها وعندها واحد الناس انا اللي مشيت مثلا مشيت لسيدي مومن وغيبان ليا الكاينات ديال زرابا وديك سميتو شنو الكاينات شنو كيخرجوا طونك اكتيفيتي ما يمكنش كدوي ندوي على اونفا ديال الكاينات تقريبا ما كاينينش اخر كاينه تحيدت السيمانه يعني ملي كتقولوا بان الناس هذوك ما عندهمش ولا غنمشي يعني كل بلاصه عندها الخصوصيه ديالها على حسب ديك الخصوصيه خصنا نزلوا ليهم برامج اللي كتلائمهم اهم حاجه مثلا اي منتوج اقتصادي وكيبغي رواج عند المنطقه ماشي رائجه المنطقه اللي خاصهم يجمعوا فيها باش الناس يمشيو عندهم النصيب لي ياك ملي كندوا على الباع المتجولين كما قلتي في الاول انهم ولوا باع فيكس انهم كيمشيو يقابلوا المواطن ولكن في نفس الوقت كنلقى معنا محلات تجاريه مسدوده هاد المحلات التجاريه خاصهم واحد لاشارب ديال الكراق اللي تكون لو كان السياسي اللي بعثي تيطالب بهذيك التجربه اللي كاينه في بعض الدول الاوروبيه وهذيك الاسواق اللي تكون اسواق اسبوعيه اليوم مثلا غير داخل العماله مقاطعه واحده مثلا اليوم في حي اكس وغدا يكونوا في حي غريغ وغدا تدور على ديك الاحياء عوضا ما يكون مركزين في حي واحد اللي هذا كيجينا ما هو الاجتماعي مغربي بحال الاجتماعي مغربي بحال عنده المراك تقدر تقريبا شاك جو كتقدى شاك جو كاينه تقدير السيمانه وكاينه تقدير ديال النهار كيقول لك تقدير النهار لا ماشي اي تقدير كيما القفانيه او ثاني هنا خاصنا النمط الاجتماعي ديالنا كامل نتعاود هنا الاجتماعي هنا عندنا هاد المشاكل هلا خاصها تكون قريبه لهادي والله اللي ندير الطوبيس بدلتي من شارع لشارع ولا يقول لا جيب لي الطوبيس اللي يدوز من حدايا علاش وهذا ما عند وبالنسبه للمدبر كيقول لك هذا ما عندوش واحد الدخل اقتصادي ليا انا علاش غنمشي لديهم من هنا والله ما يزيد واحد 200 متر ويمشي يشدوا من لهي ان الناس غيدوزوا هنا بزاف د الحوايج خاصهم يتحطوا في بلايصهم من جريحوا ان المدبرين سيرتو المدبر المركزي اللي كدوي على العملات الولات وزائد المنتخبين يحطوا داك الشيء يحطوا اطاب هاد المشاكل اللي عندنا تصنطوا للباع الجائلين انا خاصني تصنطوا لهم ربما انا ماشي مع اشراكهم في تدبير هاد المشاريع هذا هو الاشكال اللي كاين حتى لدابا انهم كلداو هما تدبير هاد المشاريع وهذا ما كيتفاهمش لان واحد السيد مولف على واحد النظام هاد النظام ما يمكنش يدخل كلشي معاه خاص يدبروا ناس مصالح بعقلهم يوقفوا عليه الدوله تحمل مسؤوليتها بما انها هي اللي رسخت لهم هاد الشيء خاصة تحمل مسؤولية في اللغة خاصة دابا تحمل جزء من المسؤولية ماشي غا ضب بيدي من حديد ماشي غا غادي نحيدهم ونخليهم يدوروا وكاملين كديرونجاو في الطرقان كاملين كدوروا واحد الزنقة ندوزو منهم كاملين كتدعونا ديك البواق
يعني ما لا احد حد يعني ضروري البديل بالنسبه لهذا الباع. لابد انا كنتمنى ان النخب السياسه ديال الاغلبيه ديال النخب السياسه اللي عندنا في المنطقه في مجلس المدينه ولا الجهه ولا العماله انهم هما اول واحدين اللي داروا هاد المشاكل. اغلبيه كتلقاهم هما منعشين عقاريين ما كيفكروش انه يدير سوق نموذجي يديروا حل ويديروا كفه من البطاله كفه من الشغب كفه من 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 التدمير ديال الشباب وانهم يديروا حلول لان كتلقى اغلبيه ديال المتخمسين منعشين عقاريين ما كيفكروش الشباب خاصو كيفكر انه دوز واحد 50 اخرى انه خاصو يجي يعاونو ما كيديرش ليه البديل ولا الحل خاصو هو ديما يكون معاه ديما 50 50 ما يزيدش به القدام. هذا هو المشكل اللي دايره حتى كنحمل حتى النخبه السياسيه ديال المدينه الضربه حتى هي كتحمل هذه المشاكل لان اغلبيه ديال المنعشين عقاريين هما المنتخبين السياسيين ما كيفكروش هو دابا ان شاء الله من القدام غيتيز ابرز شي شكل تشوف بان مجلس مدينه الدار البيضاء عنده مسؤوليه في هذا الشيء على مستوى ابتكار افكار جديده يعني حتى النقاش ما تيتناقش حتى الموضوع ما تيتناقش على مستوى دورات مجلس المدينه. هذا مشكل كبير هذا لانه مجلس المدينه ديال الدار البيضاء علاش دا انه باش يتوحد المشاكل ديال المدينه ويولي هم واحد ما بقاش كل واحد يدوي على العمل ديالو وهم ديال المدينه هو انجاح البرامج هو انجاح برامج مجلس المدينه وفي الافق كتولي من اذكى المدن كنقولوا دابا مدينه الذكي الدار البيضاء ولكن ما كاينش الذكاء كاين هو ذكاء وكاين ذكاء محدود لان كنشوفوا دورات وما كيتحل شي مشكل في اطار ادماج الشباب في المشاريع. مجلس المدينه اليوم هذا احنا جالسين فيه باقي البرنامج عمل ديال المدينه الدار البيضاء ما تاثرش عليه من الطرف ولايه الدار البيضاء ما تاثرش عليه هو تعطل باش يتحط وما تاثرش عليه وباقي القضيه غادي بحال هكا. هذه من جانب ذكرتي مجلس عمل الدار البيضاء اللي هو عنده الشكل الاجتماعي خاصو يخدم جمس عمل الدار البيضاء هو شبه نائم جاب الله جابوا لي اوراش فين يتلاها ما عندوش شي اكتيفيتي داخل الدار البيضاء. هذه وحده. ثانيين غندو على من كلدو عندنا النائبه الاولى ديال رئيسه مجلس جامعه الدار البيضاء مفوض لها القطاع الله يجيب ما سمعتش هضرات في التصريح والله يجيب من كنقول الله يجيب الله يجيب هما كيقولوا بان الباع جائلين هو مشكل تفكوا السلطه باش نكونوا حنا واقعيين حيت هي إذا فكات بعدا المشاكل ديال الأسواق اللي عندها ديالها كجامعة الدار البيضاء حنا بعدا نصفقوا ليها لا فكاتهم لأن كلهم مشاكل بدون استثناء ما كاينش شي سوق تدق عليه وما تلقاش فيه ماشي مشكل كتلقى فيه إشكال وبين وواضح ولكن حتى ما عنده جرأة سياسية كتلعب بهم سياسيا ربما الحاجة الوحيدة اختلف في أي عندنا المنتخبين المنعشين عقاريين اللي يدبروا راسو ولكن المنعش العقاري ماشي مسؤوليته هو كيبني سا ديبوند واحد البلون عنده محلات تحت خاصو يبيعهم ولكن المنتخب ولا الدوله خاصها تاسس عليه في الكيت شارج ديالو قبل ما ياخذ اشنو غيدير في ذاك السوق اشنو غيدير في ذوك المحلات لان المحل التجاري بزاف فيهم ولاو كيديروا دي سيرفيس ولي سيرفيس ممكن تكون لهم دي بي ولا دي بلاطو هذا هو اشكال كبير. هذا نقاش اخر. الباع الجائلين غنبقاو نقولوها الباع الجائلين مسؤوليتهم الاولى كتحملها السلطات المحليه على راسهم مثلا الدار البيضاء من والي الدار البيضاء والعمال ديالو والقياد ديالو والمقدميه ديالهم وكتحملوا الجزء الثاني السلطات المنتخبه لان خاصها حلول ابتكاريه وخاصها تجابه السلطه انها تكون واحد ليكيليبر ديال السلطه ماشي اللي قالت هي السلطه نقول لها امين لانه هما اللي كيعيشوا يوميا مع ذاك البيئه المتجول وفي الغالب ولا واحد من القاطنين واخا يكون جاي يخدم داخل الدار البيضاء ولا واحد من القاطنين داخل المناطق كاينين بلايص اللي هما فيهم حلول مبتكره كتسنى غير القرار السياسي مثلا مشينا لساسفي المدخل الجنوبي ديال الدار البيضاء كاين الارض ديال السلباوي اللي دازت الدوره ديال المدينه كيتسناو نازع الملكيه باش تدوز صافي وتصوت عليها تما نورمال باش يكون واحد السوق لدوك الناس اللي عندهم تما الفراشه يطلعوا تما يتصايبوا واحد السوق نموذجي اللي غتصايبوا جماعه الدار البيضاء حنا كنرجعوا دابا للجماعه في اطار ان دابا السلطه يلاه هي خدمات واحد شويه ان دوك الناس بالخدمه ديالهم انهم يدخلوا شويه لداخل ويتحيدوا من ديك الطريق من واحد الشارع اللي كان ممر الناس ومدخل تاع مدينه الدار البيضاء لانه مدخل ديال جامعه الدار البيضاء ديال مدينه الدار البيضاء كاين بلايص اخرين عاوتاني مثلا كنا كندوا على البونوسي وكاين واحد جوج الاسواق خدامين مزيان من يسايبوا البونوسي ولكن ما عليك بقات الفراشه في مناطق اخرى ومع ذلك كاين اسواق نموذجيه اخرى ما نجحتش نرجعوا الاسواق النموذجيه اللي تصايبات في الاول يا خاصها تبيب يا خاصك قانون يا خاصك واحد كيت شارج والباع الجائلين انا هذا ميساج للباع الجائلين ان الباع الجائلين خاص يتشاوى معاهم ويكون المطالب ديالهم معقولة هي أهم حاجة يكون المطالب يكون معقول. شكرا سي ياسين شكرا على قبول الدعوة سي شاكر شكرا على قبول الدعوة متتبعي قناة الفاس بريس إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله من برنامج كازا سيتي